مشاهدينا أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بألف خير. هذه نشرة الأخبار من قناة الشروق، أبدأها بالعناوين. المجلس السيادي يتبنى برنامجا وطنيا لإحداث التنمية في مختلف المجالات. رئيس الوزراء يلتقي ولاة الولايات ويقف على الأوضاع الأمنية والاقتصادية بالبلاد. المؤتمر الشعبي يدعو للاهتمام بمعاش الناس ويلمح لاختراق استخباراتي أجنبي بالخرطوم. أهلا بكم مشاهدينا. تبنى رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان برنامج عمل وطني يرتكز على إصلاحات لإحداث التنمية في مختلف المجالات، وأكد في خطابه بمناسبة الذكرى 64 لاستقلال السودان على ضرورة تعزيز الانضباط المالي والحكم الرشيد وتقوية نظم التنمية الإدارية والعدالة والمساءلة والشفافية وانتهاج التعليم النوعي، إضافة إلى توفير رعاية صحية وتعزيز برامج الضمان الاجتماعي. وقال البرهان إن هذه الإصلاحات تشمل الحقوق والحريات الأساسية والمشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص وسلامة الأشخاص والممتلكات وحرية التجمع وحرية التعبير وواجبات المواطنة وحقوقها، إضافة إلى قطاع إعلامي حر ومسؤول. شكل والي غرب دارفور عبد الخالق بدوي محمود لجنة لتقصي الحقائق والكشف عن ملابسات الأحداث التي شهدتها مدينة الجنينة، وتضم اللجنة ممثلين للأجهزة العدلية والقوات النظامية والإدارات الأهلية. ودعا الوالي مواطني الولاية إلى ضبط النفس لتفويت الفرصة على أعداء السلام والاستقرار في الولاية التي تواجه تحديات أمنية. وكشف والي غرب دارفور عن وصول وفد من وزارتي الدفاع والداخلية ورئاسة قوات الدعم السريع وجهاز المخابرات العامة للوقوف على الأوضاع ميدانيا. مؤكد تماما الآن من خلال لجنة التحقيق التي تم تشكيلها بها الولاية برئاسة السيد رئيس النيابة الأعلى وعضوية الإدارة القانونية وكل ممثلي الأجهزة النظامية الموجودة بالإضافة إلى المدير التنفيذي بمحلية الجنينة أن تطلع بدورها كاملا تجاه تحديد الحقائق التي حدثت وتحديد المتسببين في هذه الأحداث ولتقديمهم توطئة لتقديمهم إلى المحاكمة إن شاء الله. وفي السياق ذاته أكد رئيس النيابة العامة بولاية غرب دارفور ياسر أحمد محمد أن النيابة العامة بدأت أعمالها منذ اندلاع الأحداث حتى تحفظ للمتوفين حقوقهم. فيما يلينا قمنا بكل ما هو مطلوب منا من الناحية المهنية في أن حفظنا حقوق كل الذين يعني استشهدوا أو توفاهم الله في هذه الأحداث، وحقيقة حضرت داري نأكد أنه يعني حتى يعني يصل حقيقة للجميع أنه هذه الأحداث راح ضحيتها حوالي يمكن 17 شخص وجرح حوالي 38 شخص. فيما أكد مدير شرطة الولاية بغرب دارفور عمر محمد أحمد الطيب أن التنسيق الكامل بين القوات النظامية كافة أسهم في استقرار الأوضاع الأمنية. أول حاجة الحياة عادية جدا الحمد لله سبحانه وتعالى، والأمور كلها طيبة، والناس يمكن تكون في تنسيق تام بين القوات، ونحن بصورة دائمة مع أخواننا في قوات الشعب المسلحة وفي الطرق وفي الشرطة بنتناول يمكن كل صغيرة وكبيرة، وفي اجتماعات دائمة مع أخواننا في لجنة الأمن. يمكن حصلت أحداث يمكن جنائية نعتبرها، يمكن بلاغ في منطقة سوق ورقرق بالقرب من معسكر بعد أخبرت بعض المشاكل وبعض التفلتات بالأمس، وبحمد الله سبحانه وتعالى أحب أكد مرة أخرى بأن الأمور الآن كلها تسير بصورة طيبة والحياة أصبحت عادية. وقف رئيس الوزراء عبد الله حمدو خلال لقائه بولاة الولايات على الأوضاع الأمنية والاقتصادية بالبلاد، ودعا حمدو إلى إحكام التنسيق بين الأجهزة الاتحادية والولائية، مؤكدا استعداده لتذليل كافة العقبات التي تواجه الولاة حتى يتسنى لهم أداء دورهم بالصورة المطلوبة. ودعا إلى التكاتف والتعاضد والعمل سويا من أجل العبور بالبلاد إلى بر الأمان. من جانبهم أكد ولاة الولايات أكدوا حرصهم واهتمامهم بقضايا الخدمات الضرورية للمواطنين، فضلا عن الاستمرار في تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة.
قال حزب التحرير والعدالة القومي إن الأحداث التي شهدتها مدينة الجنينة تشكل تحديا سافرا للسلطات. واستنكر حزب التحرير والعدالة القومي الاعتداءات على المواطنين، وحمل حكومة ولاية غرب دارفور مسؤولية كل ما جرى. ونبه الحزب في بيان له إلى اهتمام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية بالمركز وإغفالها للولايات من حيث التشريعات. وقال حزب التحرير والعدالة القومي إن ذلك سيجعل من الولاة مسؤولين بلا صلاحيات واضحة، وإلى جانب وقوفهم عاجزين أمام مثل هذه التحديات، وطالب بمعالجة أوجه القصور في الوثيقة. تسلم رئيس وفد الحكومة المفاوض شمس الدين كباشي بجوبة مسودة الاتفاق الإطاري لمسار الشمال. وأكد رئيس الوساطة المشتركة تود جالواك جاهزية الوساطة لمناقشة قضايا التفاوض في كل المسارات، واعتبر أن تسليم مسودة الاتفاق لوفد الحكومة يعتبر خطوة إيجابية، خاصة وأن هناك قضايا الأمن والسدود والنزوح. من جانبه أكد الكباشي حرص الحكومة الانتقالية والتزامها بتحقيق السلام، وأعرب عن تقدير وفد الحكومة لجهود الوساطة والجبهة الثورية بمختلف مكوناتها على التعاون والإرادة والروح الوطنية للوصول إلى اتفاق سلام ينهي الحرب. الوفدين تدارسوا الاتفاقية وتوصلوا للاتفاق في أغلب البنود، وتبقى جزء من البنود تحتاج لتوافق أولها، ونسبة للقدوم أيار هذا السنة، وكنا ذكرناه في البيان قبل أسبوعين إنه نحن نعطل الجلسات كل أيار هذا السنة. نحن قررنا إنه نرفع الجلسة لأن تعاود الاجتماعات يوم الجمعة صباح. أعلنت وساطة دولة جنوب السودان في مفاوضات السلام التي تجري بجوبة تعليق المفاوضات بكل مساراتها للاحتفال برأس السنة الميلادية. وأكد عضو لجنة الوساطة ديو ماتوك عقب لقاء الوفد الحكومي والحركة الشعبية جناح الشمال مالك عقار تقدم المفاوضات في كل مساراتها، كما أشار إلى أن الجلسة مع الحركة الشعبية تم التوصل فيها لتوافق في عدد من ملفات الاتفاق الإطاري. دعا حزب المؤتمر الشعبي الحكومة الانتقالية دعاها للاهتمام بتحسين معاش الناس ورفع الحد الأدنى للأجور وإقرار ميزانية حقيقية. وحي الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي إدريس سليمان خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم كل أسر الشهداء، ونوه لوجود مركز للتجسس على هواتف المواطنين وسط الخرطوم مملوك لدولة صغيرة لم يسمها في إشارة منه للاختراق الاستخباري الأجنبي لسيادة الدولة، داعيا لمعالجة أزمة غرب دارفور قبل تفاقمها. شدد عضو المجلس السيادي صديق تاور على ضرورة إتاحة المجال للعلماء لتقديم عصارة تجاربهم للأجيال القادمة. وأشار تاور لدى مخاطبته المحاضرة العلمية السنوية التي تنظمها كلية زمزم الجامعية بحضور نخبة من العلماء السودانيين إلى التحديات التي تواجه العلماء السودانيين في الخارج، إضافة لاكتسابهم معارف وثقافات جديدة. طالب خبراء في مجال الري بضرورة الاهتمام بالبحوث العلمية لتطوير قطاع الري بالسودان، ودعوا خلال توصيات ورشة تخطيط وإدارة الموارد المائية إلى تخصيص ميزانية للبحث العلمي في مجال الري. وقال الخبير في مجال البحوث نادر أحمد إن البحث العلمي هو المجال الذي يمكن من خلاله أن يتقدم قطاع الري بالسودان، ولا بد من وضع الميزانيات اللازمة لإنجاز البحوث. عندنا مصدر ممكن يكون محلي اللي هو ممكن يكون في دعم للحكومي من خلال مثلا القطاع العام، لكن ده ما بيمثل، ما مفترض يكون هو ممثل الأغلبية يعني معظم التمويل. فلما نمشي نقاط نفذت منظمة إنماء الصدقات بالسودان مشروعا لدعم ذوي الدخل المحدود بمنطقة العرباب شرق مدينة ودمدني. وقال رئيس المؤسسة محمد مبارك الشيخ إن ضربة البداية كانت بتوزيع 67 رأس من الماعز الحلوب
استهدفت بها 26 أسرة. ودعا محمد مبارك المستفيدين للمحافظة على هذا المشروع باعتباره مصدرا ثابتا للدخل، وأكد أن مشاريع إنماء الصدقات قصد منها تحقيق الأسر المنتجة بتغطية أكبر لعدد ممكن من هذه الأسر بولاية الجزيرة. أبشر أهلنا في ولاية الجزيرة بأن المشاريع بدأت، وإن شاء الله ستتواصل حتى نغطي أكبر شريحة من المستفيدين. كل ما هو مطلوب أن تأتينا الكشوفات من الجهات المسؤولة. مشاهدينا، احتفلت الشركة السودانية للهاتف السيار زين بالذكرى السنوية لاستقلال السودان والذكرى الأولى لثورة ديسمبر المجيدة، وذلك عبر مبادرتها ليلة في حب الوطن التي تضمنت فقراتها تدشين كتاب يوثق تاريخ السودان منذ العصر الحجري وحتى العصر الحديث. بهذا اللحن الطروب على مسرح قاعة الصداقة بالخرطوم اجتمع ثلة من أبناء السودان لإحياء ليلة في حب الوطن. أعز في هوى كانت المحطة الأولى لهذه الأمسية، لتتوالى بعد ذلك أغاني الاستقلال التي تغنى بها الرعيل الأول من الفنانين القدامى بكل حماس من قبل الحضور، خاصة الشباب الذي جمل الليلة بحضوره الأنيق. أنا أشكر لشركة زين إنها احتفت هذا اليوم بحب الوطن، وإنها أعادت إلينا هذه الذكريات الجميلة، وسعيد جدا بهذا الحشد الشباب الكبير وهذه الروح الوطنية التي تطمئننا في كل مرة، أنه طالما ظل هذا الشارع موجودا، طالما ظلت هذه الروح متغدة عند هذه الشباب، هذه الثورة لن تغيب ولن تنتهي ولن تنحرف عن مسيرتها. الشركة السودانية للهاتف السيار زين راعية الحفل قامت بتكريم الإذاعة السودانية تقديرا لدورها الطليعي في استقلال السودان وتثبيت أركانه في ذلك الوقت، كما دشنت زين كتاب السودان أبيض وأسود الذي وثق لحضارة السودان القديمة والحديثة بإشراف مركز محمد عمر بشير للدراسات السودانية. الاستقلال والثورة إنما هي قيم، إنما هي قيم تدعو للالتزام بالبناء وإعمار الأرض، وتدعو لتنافي الأنا ورفع قيمة الجماعة، تدعو للاحتفاء بتنوعنا وتعظيم قيمته. وإن نحن نجحنا في تطبيق هذه القيم على أرض الواقع، عندها فقط سوف يتجلى الهدف الأثمى. الفنان محمد الأمين أو الدلمين كما يسميه محبوه عطر المكان بأغنياته المجيدة التي خلدت الاستقلال وجعلته نبراسا لثورة شباب السودان لتمتزج المشاعر وتختلط العواطف في ليلة السلام وحب الوطن. وتتابعون في هذه النشرة أيضا، المالية تضع حزمة تدابير وإجراءات لتعزيز الفائدة من حصائل الصادر. أهلا بكم مشاهدينا من جديد في هذه النشرة الإخبارية إلى أخبار المال والأعمال. أعلن وزير المالية إبراهيم البدوي أن وزارته وضعت حزمة من الخطط كفيلة بالاستفادة من حصائل الصادر بمنع التهريب وقفل المنافذ وضبط مناطق الإنتاج. وبحث وزير المالية مع اتحاد الصاغة الذي يضم عددا من الشركات العاملة ومجموعة التجار مصدري الذهب أوجه التعاون المشترك بين الوزارة والاتحاد. وأمن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي على ضمان تسهيل عملية صادر الذهب لمواكبة الأسعار والتنافس الحر في البورصة العالمية. من جانبه قال عاطف أحمد الأمين العام للاتحاد إن الاجتماع كان مثمرا وبناء. أوضح الخبير المصرفي لؤي عبد المنعم محمد أن التخلص من العجز في الموازنة يستوجب دخول الحكومة في قطاع الاتصالات بنسبة 51%، ونوه إلى أنها خطوة مهمة واستراتيجية. وأكد لؤي أن قطاع الاتصالات
يحول سنويا مبالغ تصل إلى 300 مليون دولار إلى الخارج، وبإمكان الحكومة تخطيط أراض وتوفير الخدمات ومقايضتها بحصتها في شركات الاتصالات الموجودة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تجبر هذه الشركات التي تحوز على سيولة بمبالغ طائلة على تطوير القطاع العقاري. اطلعت مديرة وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية بولاية الجزيرة على سير العمل بالمشاريع والعقبات التي تعترض العمل في قطاعات الكهرباء والمياه. جاء ذلك لدى لقائها بوفد من أصحاب مشاريع الانتاج الزراعي والحيواني الخلوية بمحلية الكاملين، ووجهت بمنح المنتجين حصة إسعافية من الجازولين ومخاطبة إدارة البترول لحل المشكلة جذريا والجهات ذات الصلة لحل مشكلة الكهرباء والاستفادة من كهرباء المشاريع الزراعية للمساهمة في زيادة الإنتاج. وأعلنت عزم وزارتها إنشاء مراكز لبيع المنتجات الزراعية والحيوانية. رياضية مشاهدين، تبدأ غدا التسجيلات التكميلية للاعبي كرة القدم وتستمر لثمانية أيام، وقرر اتحاد الكرة أن يكون التسجيل عبر النظام الإلكتروني وبحضور ممثلي الأندية، وعلى الأندية تعجيل خطواتها لضمان تدعيم صفوفها قبل انطلاقة نصف الموسم الكروي. ورشحت أنباء عن إكمال ناديي الهلال والمريخ لعدد من الصفقات مع الأندية، وكان اتحاد كرة القدم طالب بالاطلاع على المرفق منها قبل اتخاذ أي إجراء بيد أن السارية كما تم أي إجراءات مسبقة بذلك. عين نادي الهلال هاشم تية الشهير بكندورة عين في منصب المدرب العام للفريق إلى جانب المصري حماد صدقي خلال المرحلة المقبلة. وعلى صعيد استعدادات فريق الكرة، يبدأ الفريق اليوم إعداده للجولة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا مرحلة المجموعات، حيث يستضيف الفريق النجم الساحلي التونسي بعد أقل من أسبوعين من الآن. وكان الفريق قد حقق الفوز خارج أرضه في الجولة الثالثة على النجم الساحلي ورفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة. قال مينو رايولا وكيل بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد أن اللاعب لن يرحل عن الشياطين الحمر الشهر المقبل، وأردف أن بوغبا يكافح قليلا بسبب عودته من الإصابة، وأنهم يحتاجون لحل هذا الأمر لأن ذلك يعد هدفهم الرئيسي الآن. وشدد وكيل بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد على أنه يعرف فقط أن بوغبا لا يعتزم الرحيل. يذكر أن العديد من التقارير ربطت بوغبا بالرحيل إلى ريال مدريد أو يوفنتوس خلال الميركاتو الشتوي المقبل. ختام هذه الجولة أذكركم بعناوينها. المجلس السيادي يتبنى برنامجا وطنيا لإحداث التنمية في مختلف المجالات. رئيس الوزراء يلتقي ولاة الولايات ويقف على الأوضاع الأمنية والاقتصادية بالبلاد. المؤتمر الشعبي يدعو للاهتمام بمعاش الناس ويلمح لاختراق استخباراتي أجنبي بالخرطوم. انتهت هذه النشرة، قدمتها لكم مشاهدين من قناة الشروق. بإمكانكم متابعة المزيد من الأخبار على موقع الشروق على الإنترنت شروق.net. فإلى اللقاء.